أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم على قناتي لوك إبداع سعاد. كنت من يلقاكم فيديو اليوم في أحسن الأحوال إن شاء الله، وبإذن الله غادي نخدم معكم بهذا الرشيمة اللي وجدتها سابقا. رشيمة إن شاء الله تجيكم سهلة، وكذلك غادي تجيكم مزيانة في المنظر. والسلعة اللي غادي نخدم بها هذا العقيق نوع مهرس باللون الفضي والذهبي ثم النحاسي، يعني ثلاثة اللوينات غادي نحاول نمزجهم ونخدمهم على هذا الرشيمه وعلى هذا الثوب نوع ساتان. وبالنسبه لهذه الالوان الثلاثه راه كيجوا يعني على اي لون من الالوان. فغادي نبدا باللون النحاسي ثم الذهبي من بعد، وفي الاخير غادي نخدم غادي نحاول ندخل الفضي، يعني غادي يكون تدرج ديال الالوان، ومن بعد راه غادي نزيد الوان اخرى فقط. غير غتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وتبعوا معايا المراحل. ممكن هاد الرشمه الى عجبتكم طبقوها وسط قنظوره او لا على الجانب مثلا يا الايسر يا الايمن، يعني مادام انها رشمه خفيفه يعني غادي تجيكم مزيانه، يعني ممكن على حتى على الكتف يعني بلاصه واحده، لان مؤخرا يعني الناس ولاو كيبغوا يعني رشيمات يكونوا خفاف، يعني تكون في واحد الجهه ولا مهم، حتى الا كانوا جوج جوي يعني تكون رشيمه صغيره وتكون سامب، يعني ما تكونش مشارجيه بزاف. فان شاء الله غادي نبقى خدامه هكذا حتى نكمل الرشمه، وغادي ندخل ليها لوينات اخرى. فقط نبغيكم تتبعوا معايا الفكره والمراحل حتى الاخير، وشكرا لكم الى فيديو جديد ان شاء الله وفكره جديده اخرى ان شاء الله. شكرا لكم.